علمت تتبعي قناة صوت العدالة. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من ملعب العربي الشباك الدار البيضاء مولاي رشيد. أخذ صوت الحكام مولاي رماش هذه الميدال. والمواجهة تجمع بين فريقين، فريق شباب مولاي رشيد الرياضي مولاي رشيد وفريق النادي الرياضي البيضاوي بملعب دائما عربي الشباك مولاي رشيد. إذا صورة تذكارية الفريق نادي الشباب الرياضي مولاي رشيد، صورة تذكارية. متتبعي قناة صوت العدالة سا تي في سبور، كنتواجدوا بمركب الرياضي العربي الشباك. المقابلة التي تجمع بين فريق شباب الرياضي مولاي رشيد وكذا فريق النادي الرياضي البيضاوي. يقود هذه المقابلة الحكم وسط. الحكم الوسط نافع عز الدين، المساعدة كمال غويدة ومحمد أيت حريز. مندوب هذه المقابلة هو السيد أحمد أفقير، عميد فريق شباب مولاي رشيد، وهو عبد الجليل جوهر كذا فريق عميد فريق نادي الرياضي البيضاوي حمزة هاشمي، عميد الفريق أو مدرب الفريق حمزة هاشمي، وعميد الفريق اسماعيل ساجي، رئيس الفريق شباب الرياضي مولاي رشيد وهو الأستاذ عادل خويدة. بقية بداية هذه المقابلة والنتيجة لا زالت 0-0. أمطار غزيرة تسقط على ميادين العربي الشباك.
إذن متابعي قناة صوت العدالة ستي في سبور، انتهت الجولة الأولى بالنتيجة المعروفة 0 لميتلي. متابعي قناة صوت العدالة ستي في سبور، بعد قليل سيعطي الحكم هذه المقابلة بداية الجولة الثانية. متابعي قناة صوت العدالة ستي في سبور، انطلاق الجولة الثانية من هذه المقابلة. Yeah!
انتهاء هذه المقابلة بالنتيجة المعروفة 0-0. صوت العدالة ساتي في سبور. انتهت المقابلة بالنتيجة المعروفة 0-0. معنا عامل فريق ولاعب آخر اللي يقدم لنا نفسه. كيفاش كانت المقابلة؟ كانت رائعة بالنسبة للفريقين، وبجوجنا علينا الضغط، هما كيقلبوا على 3 نقاط، حنا كنقلبوا على 3 نقاط، والشتا ما عاونتناش، الشتا ما عاونتناش، ودينا نقطة راه مزيانة خارج الميدان. النقطة خارج الميدان هي كتكسب كتساوي بحال 3 نقاط. نعم. ما عندكمش شي مشكل في الفريق؟ لا بدينا كنتقادوا، كان ذاك العام المشكل، دابا بدينا كنتقادوا مع الرئيس، المدرب الجديد حمزة الهاشمي غادي مزيان.
ان شاء الله الرحمن. شي كلمه معنا لاعب اخر او كيف اللي هو يا حتى هو يا كان قام بالدور ديالو المهم. كيفاش كانت المقابله اليوم؟ ورش المقابله كانت صعبه، فرق بجوج كانوا مزيانين، يعني هما كيقلبوا على قول كيقلبوا على 6 نقاط، حنا كنقلبوا على 6 نقاط، يعني باش كل واحد يبتعد بالصداره وديك الشيء. وكما كتشوفوا خا المقابله رغم ما كانت صعبه، حاول المدرب ديالنا يستغل اخطاء ديال الخصم، واش جاونا محاولات بزاف ولكن ما ماركيناش. حد موفق في مقابله اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرف الجميع ان النادي البيضاوي المعروف عليه لاعب كرة القدم جميلة وحديثة، ولكن مع الوضعية ديال هذا الملعب هذا ما كتساعدكش انك تلعب كرة حديثة او لا دير بزاف المهارات، واضطر انا المدرب يلعب بهذيك الكتلة الهجومية على حسب التاكتيك اللي كان خدم معهم هذا الاسبوع هذا، نظرا لتواجد امطار الخير هذا الصباح هذا، وتبارك الله على اللعابة اللي قابلوا البلاء الحسن وقاموا بمكل عليه، وتبارك الله على الطاقم التقني كامل ودائما اف سي سي. اذا وحنا بدورنا كقناه صوت العداله صوت في سبور كنتمنى لكم حد موفق ان شاء الله. مرحبا مرحبا استاذ، شكرا. في قناه صوت العداله صوت في سبور معنا نجم المقابله جوهر اللي بكل صراحه شارك في المقابله. كيفاش كانت المقابله؟ والصراحه اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. المقابلة دازت في أجواء زوينة الحمد لله، ما تبليست حتى شي واحد وهذا هو المهم. كانت ندية كبيرة ما بين الطرفين بحكم كانت مقابلة ما بين المتصدر والمطارد اللي هما حنا نجم الشباب الرياضي مولاي رشيد. الخصم ما عرفتش شي هزيمة منذ الانطلاقة، وحنا كذلك كنا بجوج مزيانين، فترات كانوا هما طاغين علينا فترات حنا كنا مزيانين، في الأخير تاحوا لنا بزاف ديال الفرص. لو كان ساعفنا واحد شويه ديال الحظ في شي فرصه من هذوك اللي جاو لنا في الاخر كنا نهديو ثلاثه النقاط للجمهور ديالنا. وشكرا. شكرا عبد الجليل. انا صوت عداله صوت تي في سبور معنا المدرب جلال مدرب نادي الرياضي شباب ورشيد. كيفاش كانت المقابله اليوم جلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي نشكر صوت العداله على التغطيه المواكبه ديما لبطوله العصبه. بالنسبه للمقابله ديال اليوم لعبنا ضد المتصدر هو الفريق الاف سي سي. المقاولة كانت جد قوية بين الطرفين نظرا لتقارب المستوى. الفريق الخصم كان كيعتمد على الكرة الطويلة اللي في العمق ديال الدفاع اللي شكلت لنا خطورة بالنسبة للمرمى. المقابلة في الأطوار ديال كلها في جل الأطوار ديالها تلعبت في يعني كرة عالية. في الشوط الثاني حاولنا نغيروا من النهج التكتيكي ديالنا، حاولنا نبدلوا المنظومه يعني لا فورميل ديال ميليو تيران. كيف شفتوا في ربع ساعه الاخير تاتوا لنا اربعه ديال الاهداف لساني على التسجيل، يعني جوج ضربوا في القائم وحده صدها الحارس، يعني كنا غادي كيف كيقولوا بالمصطلح يعني قتلوا بها المقابله. اليوم ما نصفتناش كره صراحه، اليوم كنعتبر اليوم راسي ما نصفتنيش كره، لقاش اليوم لعبنا بشكل جيد. فعلا الامطار هي كان عندها عامل شويه في السرعه ديال الكره ديال القدم عند انزلاق مع العشب، ولكن هذا الظروف ديال المقابله خاصك تقدر تضبط مع جميع السيتياسيون اللي غتلعب فيهم. تاحونا فرص في الاخر اللي كنا فريمون كنا قتلوا بالمقابله، ما استطعناش ان نماركيو. المقابله كتسالي كيف كيقولوا فيها تعادل وهزيمه وخساره، دونك الماتش تعادل بالنسبه لنا اللي ما كانش منصف لينا. حنا كنا كنودوا الفوز باش نعتاليو الصداره، ولكن كرة القدم هي هذه، وكنتمنى حظ فريق الاف سي سي حظ موفق، وان شاء الله مازال حنا المشوار طويل في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله حنا بدور كنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله. شكرا بارك الله. صوت العداله صوت تي في سبور معنا حارس الشباب الرياضي. كيفاش جاتك المقابله اليوم رغم الظروف ديال الامطار ومقابله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الدراري تقاتلوا ما عليهمش، كان ماتش زوين، كانت فرقه واخا ما كتلعبش كوره بعدا كتقاتله وكتقاتل في الكاري ديالها وفي نص التيران ديالها. ما تاحوا لنا شي فرصات مالغري الزهر ما كاينش، واخا التيران ديالنا راه ما كنستغلوش فيه فرصه. الحمد لله الدراري غيخدموا، والماتش الجاي راه غنعوضوا ان شاء الله، وغنحاولوا نجيبوا 3 بوان خارج التيران كيف ما جبنا هذيك السيمانه خارج التيران، ونحاولوا نخدموا على التيران ديالنا شويه حيت صغير المساحات ضيقه. المهم كنلعبوا باش ما نديروش لي فوط ولا لي بينالتي،
صافي والحمد لله. وكنبغي نشكر الدراري والمدربين والطاقم الشباب. صوت العداله كنتمنى لكم حد موفق. حارس المرمى شباب مولارشي. شكرا. تبع قناه صوت العداله ساتي في سبور معنا المعالجه النادي البيضاوي الرياضي. صافي نادي الاتحاد ولا لا الاتحاد راه لاعبين دابا النادي الرياضي البيضاوي. انت وانت كتكوني معالجه ديال هاد الوليدات هادو ما عندك لا صعوبات لا والو. اولا السلام عليكم. يعني لي الشرف بان حضرت هاد المقابله. كانت مقابله في جد مناسبه واجواء رائعه دازت. اللعابه تبارك الله تبارك الله عليهم قدموا اداء رائع من الطرفين. المدربين كذلك تم عطاو النتائج ديالهم وكنتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق وكنتمنوا لكم انتم ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. انا صوت العداله ساتي في سبور معنا المدير الرياضي لشباب النادي الرياضي شباب مولارشيد اللي غيقربنا كيفاش كانت الاطوار ديال هذه المقابله. اهلا ومرحبا بك استاذ غريب. مرحبا والسلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه للمقابله فهي كانت مقابله في الحقيقه بين جوج فرق اللي عندهم تاريخ. تنعرفوا فريق النادي الرياضي البيضاوي انه فريق كان في الهوات وبقى تيحصد النتائج السلبيه حتى ولا في هذا القسم، ولكن هذا ما تيمنعش انه فريق في المستوى. المقابلة كانت شوية مغلقة بين الفريقين، والعامل الأساسي اللي خلى أن المقابلة تكون تخرج بنتيجة ديال التعادل وتكون مقابلة مغلقة هو أن الملعب ملعب صغير لا يفي بمتطلبات ديال أن الفرق اللي تتلعب فيه أنها تلعب كرة جميلة وتحط كرة في الأرض. هذا هو المشكل اللي عندنا هنا في هذا الملعب العربي الشباك هو أنه ملعب صغير. والفريقين بجوج فهما فريقين في المستوى وحتى فريق ما كان باغي ينهزم في المقابله. كيفاش كتشوف البطوله الفريق ديال مولارشي؟ بكل صراحه الطريقه اللي دارت العصبه ديال الدار البيضاء الكبرى انها دارت مجموعتين في القسم الشرفي الاول وكل مجموعه فيها 13 فريق، فخيره الفرق كاينه في هذه المجموعات بجوج وغيكون التنافس شرس تنافس قوي على البطاقه الوحيده ديال الصعود للقسم الممتاز. شكرا جزيلا لك. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.